اوكي، السلام عليكم. طبعا هذا المقطع راح اكلمكم عن الايفنت الجديد، ايفنت رهيب الصراحه، راح اشرح لكم عليه. طبعا راح اشارككم بس هذني، وراح اجيكم عن الاشياء اللي لازم تسووها على متعدوهن. طبعا الجوائز 70 درهم، نجوم الجوائز المال حلوه، فانصحكم تعدونه. والايفنت بشكل عام ايفنت ممتع، لعبه ممتع، تجرب هالمات الشخصيات موجوده هنا. يقول لك انه خلص الايفنت، يعني خلص فوز بشكل عادي، راح يعطيك 70 براين نجوم. هنا يقول لك انه خلص الاجهزه او التحديات الخمسه موجوده في الموزعات، فخلصهم بدون التحدي الاخير. قلت خلص هذني قبل لا ينفي. طبعا هنا يقول لك انه خلص التحدي بدون لا يضربونك الافخاخ، صاي موزعات بالماب 5 ضربات، يعني لا ضربتك واحده او اثنين عادي، بس ما يضرب انك. طبعا هنا يقول لك خلص التحدي قبل لا يصير 6 دقائق، اعتقد كلهم ايزي تسويهم. وهنا طبعا هنا نفس ذاك تقريبا، هنا يقول لك انه هيل 50,000. انصحك انه اول مره اهتم بهذه الجوائز، وبعدها ارجع فوز بهذا التحدي. طبعا اهم ما تفوز فوز عادي راح تحصلها. طبعا هنا يقول لك خلص التحديات الخمسه الموزعه بالماب، هذا ما يشمل التحدي الاخير بين قوسين. كاتب لك هنا يقول لك انه يوز الميتال جيرس واللي هو الالتيميت، استعمله على تقتل 10 اعداء، هذا ماب ايزي. طبعا هنا يقول لك انه خلص التحدي بدون لا يصير 6 دقائق، اقل يعني 6 دقائق، وهذا ماب ايزي. بشكل عام التحدي ايزي، وصراحه احسه اكثر من يكون ايفنت، احس اني اقدر نجرب من خلاله مثل كيتشن البيدو اللي رايدينهم، حتى مونا. طبعا افضل فريق انصحكم بكيتشن والبيدو مونا، واما تختار نويا نفس ما انا سويت على مود سيرفين جيو، او تختار زينيان والبيلد مالتها ما رهيب مسويها. طبعا اخر شيء مثلا انت عندك مونا كونسليشن مثلا الرابع مثلا الاول، فهم راح ياخذون مونا مالتك عدد الكونسليشن مالتها والثالث. وانا عندك زين، يعني مثلا انت عندك اكثر من كونسليشن هم مالت مونا او بيدو، فهذا يعتمد على الشخصيه اللي عندك، لا عندك ولا ما عندك، فهم الشخصيات من عندهم خليك فيها. طبعا هنا تقدر تشوف الوحوش الموجوده بالتحدي كامل، واعتقد ما يحتاج انت تفكر فريق، هذا افضل فريق تخلص بالتحدي بساعة. طبعا هنا نقدر نشوف الماب كامل، ونشوف بين التحديات 3 لازم تكملهم. عم بدي يفتح لك التحدي الاخير الموجود هنا. طبعا لو خلصت التحدي راح يصير لونه اصفر ويصعد لفوق. طبعا هنا ذني فكرة انه هذا الاصفر يهيلك، لو خلصت هذا التحدي راح يهيلك، وهذا الاحمر راح يعطيك اتاك زيادة، باف راح يعطيك هنا، هذا راح يسرعك وهذا راح يزيد لك الوقت، وهذني يطنك واحدة من 2 أو 2 عشوائيات تلقاهم بالماب. هنا هذني الآلات أو الأفخاخ اللي لازم تنتبه من عندهم، هذني حسب نوع عنصرك، العنصر ومثلا الكترو سوي بالكرايو، النار مثلا سوي بالماي، والماي تقدر تسوي بالكرايو أو النار، والكرايو بالنار. بشكل عام الإيفنت كله سهل، استمتعوا. أحس إن هذا الإيفنت مو فكرته بس جوائز، فكرته إنه تستمتع بالشخصيات. وصراحة أنا كيتشن واحدة من أفضل الشخصيات اللي أتمنى تجيني. وهنا وصلنا في المقطع، أتمنى عجبكم المقطع، هذا كان سريع أشرحكم بالإيفنت، وإن شاء الله راح يزيد المقطع عن الولد الجاي. السلام عليكم.